يسعد صباحكم ويعطيكم العافية يا تاسع. اليوم هو الأربعاء الموافق 24/12/2020. طبعا احنا مع نهاية وحدة التمديدات الكهربائية هون بنكون انهينا المادة المطلوبة منكم من التربية المهنية في الامتحان النهائي. مادة التربية المهنية المطلوب منكم هي الوحدة الأربعة الأولى، اللي هي الوحدة الإسعافات الأولية، درس الجروح والنزف البسيط، ودرس الحروق. الوحدة الثانية اللي هي وحدة المحاسبة، مدخل إلى المحاسبة والنظام المحاسبي. الوحدة الثالثة اللي هي التصنيع الغذائي، اللي هو التصنيع الغذائي المنزلي وحفظ الخضروات والفواكه. والوحدة الرابعة والأخيرة اللي هي التمديدات الكهربائية، تشمل درس التمديدات الكهربائية المنزلية ومكونات الدارة الكهربائية للتحكم بإنارة مصباح كهربائي، و درس الثالث دارات التمديدات الكهربائية اللي هو كان لمصباح الفلوريسنت. طبعا يا تاسع الوحدة الخامسة والسادسة مش مطلوبين منكم، مشان هيك ما رح نحكي عنهم. الدراسة طبعا رح تكون من الملخص اللي رح أبعته إن شاء الله قبل الامتحان، بتشمل الأربع وحد هدول. والحصة الجاية إن شاء الله رح تكون عبارة عن مراجعة، أو الفيديو الجاي عفوا رح يكون عبارة عن مراجعة بتشمل مادة الامتحان اللي هما الوحد الأربعة الأولى. يعطيكم العافية يا تاسع.